السلام عليكم ورحمة الله، معاكم مهندس هشام أحمد وهنبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تمارين على السوليدورك. درس النهاردة عايزين نبدأ فيه نرسم الرسمة دي. طيب الرسمة دي صعبة شوية، هنبدأ نرسمها. هي ممكن تترسم بكذا طريقة، لكن هنشوف الطريقة اللي هنبدأ نرسم فيها كده هتكون عاملة إزاي معانا. تمام. طيب الطريقة اللي هبدأ هرسم من هنا، هرسم من القعدة دي كده. تمام. هبدأ أرسم مثلا في التوب لين أو لو سكتش، وابدا ارسم مثلا مستطيل نقطة السنتر بوينت بتاعته او مثلا كده بالمنظر ده، وارسم مستطيل تاني من هنا لحد هنا، واقول له سمار دايمنشن ان طول المستطيل ده كده 45، يعني من اوله لحد الاخر. تمام. لا انا عايز 45 بقى ناقص السيكنس ده، يبقى 5 يبقى 40، يبقى كده طوله 40. تمام. والعرض بتاعه من هنا لحد هنا اللي هي 38 ناقص 8 يبقى 30. تمام. طيب هقطع منه الجزء ده، الجزء ده كام؟ 12 في 16، اقول له تريم الحته دي، اقول له صح اكس سكتش، اقول له بقى اكسترود على 10 على 10 كده، واقول له صح. تمام. معايا اهو كده مستطيل بالمنظر ده، بس انا كنت المفروض ارسمه في التوب لين، مش مشكله مش هيفرق معايا في حاجه. طيب بعد كده هاجي ارسم هنا، اقول له سكتش، اقول له نورمال 2. ممكن ارسم هنا شكل كده مثلث من هنا لحد هنا، بعد كده اجي هنا واروح اقفله مثلث بالمنظر ده، اقول له اكس سكتش، واقول له اكسترود كده الناحية التانية على 12 ملي، واقول له صح. تمام. طيب هاجي بعد كده عايز اقطع فيه الحتة دي، الحتة دي اقطعها ازاي؟ هاجي ارسم هنا نفس الكلام برضو، اقول له سكتش، وهرسم كده، ممكن ارسم مثلث تاني صغير او ممكن ما يبقاش كده، ممكن اجي من فوق ارسم من هنا اقول له سكتش، اقول نورمال 2، وارسم مستطيل بالمنظر ده هنا كده، الطول بتاعه او العرض ده 5 في 10، اقول له اكسترود كات بالمنظر ده، واقول له صح. كده انا عملت ليه؟ عملت القعده بتاعتي او الحته دي. تمام. هاجي اعمل الجزء اللي ورا ده، فهاجي ارسم في السطح اللي من ورا ده، واقول له سكتش، واقول له نورمال 2 مثلا كده اهي، واقول له ارسم مستطيل طويل كده بالمنظر ده، واقول له سمارت دايمنشن. بس قبل السمارت دايمنشن انا هشيل الكونسيدنت دي واخليها من بره كده شويه. تمام. واقول له سمارت دايمنشن ان الطول ده كده 30. تمام. والعرض بتاعي كده 38، والمسافة من هنا لحد الاوريجين 8 عشان تتظبط، ومثلا سمارت دايمنشن برضو ان من هنا لحد هنا اخليها زيرو. تمام. واقول له اكس سكتش، واقول له اكسترود على 5 ملي، واقول له صح. يبقى انا كده معايا ايه؟ معايا المنظر ده كده. تمام. هاجي ارسم بعد كده في ايه؟ عايز ارسم الشكل ده او الحتة دي كده، فهاجي اعمل هنا سكتش، واقول له نورمال 2 المنظر ده، وابدا ارسم هنا كده كده، او ممكن نبدا نرسم من اول هنا كده، يطلع بيها حته صغيره كده، وبعد كده زاويه، وبعد كده ماشي كده. تمام. وممكن اقفلها كده. تمام. لحد دلوقتي ممكن اقول له سمارت دايمنشن
ان الطول ده من هنا لحد بره خالص، يعني من هنا لحد هنا small dimension، ان من هنا لحد هنا 20 ناقص 5 يبقى 15. تمام، الحتة اللي طالعة دي كانت 5. تمام، في تاني عندي 5، بعد كده في زاوية هنا وداخل بيها كده، الطول كله 15، يبقى الحتة دي المسافة من هنا لحد هنا دي كده 15، المنظر ده كده. ممكن احط زاوية هنا اللي هي ما بين دي ودي وتكون 150 درجة بالمنظر ده كده. تمام، ممكن اقول له بعد كده اكس سكتش واقول له اكسترود الناحية التانية اب تو نكست واقول له صح. طيب ممكن اعمل بعد كده سكتش هنا واقول له سكتش وارسم مستطيل من هنا لحد هنا كده مثلا، واقول له سمارت دايمنشن ان السمك بتاعي ده 5. تمام، والمسافة من هنا لحد هنا المسافة دي 10، وهقول له اكس سكتش واقول له اكسترود. تمام، معايا اكسترود بتاعي لحد قبل السطح ده ب10 مللي، يبقى هقول له اوفست فروم سيرفيس ان السيرفيس ده على 10 مللي واقول له صح. تمام، انا كده وصلت، فاضل لي بس اخر حته اللي انا اعمل المثلث الصغير ده. فهاجي هعمل سكتش هنا وارسم خط من اول هنا كده لحد هنا بالمنظر ده كده، واكمله مثلث بالمنظر ده واقول له اكس سكتش واقول له اكسترود على كام بقى؟ على 15 او قبل السطح ده ب15 مللي، يعني برضو offset from surface surface ده على 15 متر واقول له صح. تمام، ده كده كان الرسمه اللي معانا. لو حد عنده اي سؤال اي استفسار يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك learners.org وارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشه. شكرا، دروس جايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.